ماشي، لحظة واحدة. كنا بنقول ايه؟ بصوا يا شباب، عشان برضو تبقوا عارفين، الشورت بيريد ابروكسيميشن دوت برضو من مميزاته ان هو هيديك يعني انتويشن كده، تعرف ايه الحاجات اللي بتاثر على يعني الشورت بيريد، ازاي ان انا احسن الريسبونس بتاع الشورت بيريد، الزيتا والاوميجا ان. فهنا هنلاقي ان انا عندي اقدر ان انا اتحكم بالام كيو، تمام؟ للام كيو دي كانت بتعتمد بقى على مسافه مش عارف التيل اللي هو الهوريزونتال ستابلايزر من السي جي والحاجات دي. فالكلام ده لو انا عايز احسن الريسبونس بتاعي، ممكن ايه ان انا اغير في تصميم الطياره، بحس ان انا اغير الام كيو ديت، بحس ان هي ايه تديني الريسبونس المطلوب. يعني دي تبقى حاجه تبقوا عارفينها عشان لو سال مثلا فيها او حاجه، تمام؟ بالنسبه لللونج بيريد ابروكسيميشن، بنفس الكونسبت احنا كنا فوق قلنا ان اليو والثيتا هي اللي بتاثر، فهمسك اللي هو همسك الماتريكس بتاعتي، تمام؟ واخد اليو والثيتا، فهاخد الرقم ده وده، هاخد ده وده، تمام؟ مع ده وده هيطلع لي ماتريكس 4 2 في 2، تمام؟ فهيطلع لي هنا المفروض كان في صفر هنا وفي صفر هنا، تمام كده؟ يطلع لي اكس يو ونيجاتيف جي. فطبعا هلاقي ان انا لما يبقى عندي هنا صفر وصفر، دي معادله كده ملهاش اي لازمه. فعشان يظبطوا الموضوع دوت بيعملوا شويه حنيكه كده، تمام؟ الحنيكه دي عباره عن ايه؟ ان هو بياخد المعادله بتاعت الدبليو دوت، تمام؟ اللي هي الدبليو دوت دي اللي هي هتساوي زد يو في دلتا يو و زد دبليو في دلتا دبليو ويو في كيو. بص هو بقى هما ساعات يعني هو بمزاجه، ساعات يكتب دلتا دبليو ساعات يكتب سكس، ساعات يكتب الدلتا وساعات ما يكتبهاش. الراجل ده غريب جدا والله. ف عرفته مع نفسه كده يعني، هي تكتبها ما تكتبهاش يعني. لازمه بي دي اف خرا يعني. لما يمسك المعادله دي، احنا عارفين ان ال ال اسمها ايه، احنا عارفين ان في المود دوت يعني ال اسمها ايه، لحظه واحده، ال W كانت بصفر يا شباب، ماشي؟ ال W كانت بصفر، لو خدت بالك من هنا كان دي سيتلد خلاص عند الصفر اهي. الالفا طبعا هي يعني هي بتساوي ال W على يو نود يعني، تمام؟ فهي هي نفس الحاجه. فاقدر اقول ان ايه؟ ان ال W بصفر وال W دوت بصفر، واقدر اشيل ال Q ديت واحط مكانها سيتا دوت، تمام؟ فهيطلع لي المعادله دي. واقدر اشيل اودي بقى الحاجات الناحيه الثانيه، اخلي سيتا دوت لوحدها في ناحيه، تمام؟ فهيطلع لي سيتا دوت بتساوي نيجاتيف زد يو على يو نوت في دلتا يو، تمام؟ الكلام ده اقدر ان انا اكتبه هنا، اقدر اقول ان الرقم ده مضروب هنا وهنا صفر، تمام كده؟ بالطريقه دي جاب المعادله دي، عشان بس يعني هتلاقوها ظهرت من الفراغ كده، تمام؟ تفهموا جت منين، تمام كده؟ بنا قدرت ان انا اجيب اللونج بيريود ابروكسيميشن بنفس الكونسيبت، اقدر ان انا اجيب الايجن فاليوز بتاعه الماتريكس ديت اللي هي بسميناها ايه لونج بيريود، جبت الديترمينانت، جبت الايجن، جبت المعادله اللي هي هتطلع لي معادله الايجن اللي هجيب منها الايجن فاليوز، هتطلع لي من الدرجه الثانيه، تمام؟ وبرضه بنفس الكونسبت اللي فات اقدر اقول ان الرقم الثابت ده هو الاوميجا ان سكويرد، والرقم ده هو الاثنين في زيتا اوميجا ان. فهيطلعني ان الاوميجا ان لونج بيريود بتساوي كده، تساوي سكوير روت نيجاتيف جي في زد يو على يو نون، وزيتا لونج بيريود
بتساوي النيجاتيف اكس يو على 2 اوميجا ان لونج بيريو. تمام، دي كده قوانين الابروكسيميشن، كل دي قوانين ابروكسيميشن. تمام، لما حسب هيلاقي ان الايرور ما بين القوانين بقى اللي هو جابها هنا وما بين القوانين الفعليه اللي هي طلعت من السيميوليشن بتاع الماتريكس الحقيقيه، هيلاقي ان الايرور كبير شويه، يعني الايرور هنا 21% و13% حاجات كده، بس هي مفيده ان هي تديك تفهم منها ايه اللي بيأثر عليك على الزيتا والاوميجا ان، يعني ايه اللي اقدر ان انا اغيره عشان احسن الكاركترستكس بتاعه اللونج بيريود مود. تمام، هو هنا الكلام بقى الحنيكه اللي هنا دي كلها كده، هو عايز يعرف ايه الحاجه اللي يقدر يغيرها عشان يقدر ان هو يظبط اللونج بيريود والشورت اللونج بيريود مود. تمام، ف هيفك الزد يو وهيفك الاكس يو. تمام، هيفك الزد يو هنا الاول، هي عباره عن هيجيبها منين الزد يو دي؟ هيجيبها من ان هو يقول ان الزد، هو عارف ان الزد هي بتساوي نيجاتيف الليفت تقريبا من الرسمه بتاعت التيارات الطبيعيه اللي انتم عارفينها، ان الزد ديت اللي تحت والليفت طبعا اللي فوق، فالزد بتساوي تقريبا نيجاتيف الليفت، يعني بتساوي نص نيجاتيف نص رو يو مود سكويرد في اس في سي ال. تمام، وبعد كده عشان يجيب الزد يو هياخد 1 على ام في بارشل زد على بارشل يو، الاستابيليتي ديريفاتيف اللي احنا عارفينها، هتبقى ده شكلها. تمام، ثانيه واحده، معلش، هو هنا هيطلع لك، يعني هو ضرب في يو قسم على يو. تمام، يعني طلع له الشكل ده من الديريفاتيف، بعد كده ضرب في يو قسم على يو، وقعد بقى ياخد شويه ترمات مع بعضيها. هو عارف ان النص رو في يو نود سكويرد اللي هي واحده جايه من هنا واحده جايه من هنا مع الاس في سي ال، الكلام ده هو الليفت، بس الليفت نود. تمام، الليفت ال يعني الليفت اللي هو مع اليو نود يعني. تمام، يبقى سمى الكلام ده كده كله ال نود، فبقى عنده اتبقى له في المعادله نيجاتيف 2 ال نود على ام في يو نود، وعارف ان الليفت بيساوي الام في جي، يبقى ال على ام هي بتساوي الجي اللي هو الاكسليشن ديو تو جرافيتي، فيطلع لي يطلع له ان الزد يو بتساوي نيجاتيف 2 جي على يو نود. فطبعا من الشكل ده الحل الوحيد انك تغير الزد يو ديت انك تغير كوكب الارض، يعني مفيش حل قدامك غير انك تغير الكوكب اللي انت ماشي فيه، فما عندكش اي تحكم على الزد يو دي خالص. فهيلجا بقى ان هو يبص على الزيت، هيفك الاكس يو، هيبدا ان هو يبص على الاكس يو. الاكس هي عباره عن النيجاتيف الدراج تقريبا يعني، و هيفك الدراج، هيقول ان يعني او مش هيفكه، هو هيقول ان الدراج بيساوي ليفت على ليفت على دراج. تمام، عشان لو تفتكروا احنا كنا دايما بنتعامل بالليفت على الدراج ريشيو دوت، معلش هي شويه حنيكه يعني كتير في الموضوع، بس في الاخر انا فكيت النيجاتيف ليفت ديت هي عباره عن الزد، فاقول زد على ال على دلتا على الـ على الدراج، وانا عارف ان الاكس يو يعني لو خدت الاكس يو فهي هتساوي زد يو على الكلام ده، هفك الزد يو اللي انا كنت جايبها من هنا دي، هيطلع لي الصوره دي. من الصوره دي برضو هلاقي ان انا عشان الحل الوحيد ان انا اغير اتحكم في الاكس يو ان انا اتحكم بالليفت على دراج ريشيو، وده طبعا بيبقى حاجه سيئه جدا ان انا اغيره، لان هم دايما في الايروداينامكس بيبقوا عايزينه يعني الماكسيمم او الاوبتيمم، مش بيبقى عايز انك تغيره، يعني انت هنا مضطر لو عايز تحسن الكاركترستيك انك تقلله. تمام، عشان لو قللت ده فالرقم ده اللي هو الاكس يو دوت هيزيد، فالزيتا كل ما تزيد كل ما السيتلنج تايم يبقى احسن، كل ما السيتلنج تايم يبقى اقل، فهو ده اللي انت عايزه، بس طبعا هتلاقي ان انت مش هتقدر تعمل حاجه زي كده. الكلام دوت يعني انا مش عارف ممكن يسالكم فيه ازاي، بس تبقوا فاهمين هو معناه ايه، احنا ليه مش هنقدر نغير، لو قال لك ليه مثلا ما نعرفش نغير الكاركترستكس. تمام، فببساطه اللونج بيريود دوت هو ميزته ان هو الاوسيليشنز بتاعته بتاخد وقت طويل وتبقى ماشيه بالراحه، فالحل الوحيد ان هو التيار نفسه هو اللي يقدر يقاومه بان هو يعني يحط يعمل انبوت ان هو
يقاوم الاوسيليشن بتاعه بس مش اكتر، وبيبقى عنده وقت كافي جدا ان هو يعني يقدر ان هو يرجع الطياره للوضع الطبيعي بتاعها، فما بنقلقش قوي من موضوع اللونج بيريود. والشورت بيريود زي ما قلت لكم احنا عرفنا احنا ازاي نظبطه عن طريق الام كيو كده. كان في سؤال بس اتسال في الاول ما كانش اتسجل، فخلينا نقول من الاول. احنا كنا كان حد كان بيسال ايه اللي ممكن نتسال فيه في المحاضره، تمام؟ فانا كنت بقول ان الجزء ده مهم، تمام؟ الجزء ده مهم ان احنا انك تبقى فاهم الرسمه دي، تبقى فاهم مكان البوك رسمه ديت، وقال لك فين الشورت بيريود واللونج بيريود، تبقى عارف ان ده هو الشورت بيريود اللي هو البعيد، واللونج بيريود هو القريب، تمام؟ وتبقى عارف الرسم الرسومات دي حافظها كويس جدا، بحيث لو قال لك ارسم لي الريسبونس لو في انيشال كونديشن مثلا الفا تساوي ديجري، تبقى عارف شكل الرسومات على طول بتاعت الشورت بيريود، بعد ان هنا والكيو عارف ليه، عشان السيتلينج تايم هم يعني هم السيتلينج بتاعهم يعني السيتلينج تايم بتاعهم صغير، او هم حصل لهم سيتلينج في الوقت الصغير ده، لكن التانيين ما كانش لسه حصل لهم اي سيتلينج. و تبقى حافظ الرسومات بتاعت اللونج بيريود كويس، تبقى حافظ ان اليو والسيتا هم اللي بيتاثروا والباقيين لا، تمام كده. الجزء دوت الحقيقه انا ما قلت انا مش عارف الصراحه ممكن يسالك ازاي فيه، بس انت تبقى عارف ازاي تعمل نورماليزيشن للايجن فيكتورز. الموضوع سهل يعني انك تعمل ازاي نورماليزيشن للايجن فيكتورز، و دي حته مهمه جدا اللي هي حوار الشورت بيريود واللونج بيريود. بعارف لو جاب لك ماتريكس مثلا زي يعني جاب لك اللونجيتيودنال موديل، بس طبعا هيجيبها لك ارقام، تمام؟ مش هيجيبها لك سيمبلز، فانت تبقى عارف مكان كل رقم معناه ايه، يعني الرقم ده اللي هيبقى هنا هيبقى هو الاكس يو، الرقم ده هيبقى اكس دبليو، وهكذا. تبقى عارف ازاي تطلع الابروكسيميشنز من الماتريكس الكامله، عارف ان الشورت بيريود هو الجزء دوت، تعرف انك تكتبه، تعرف انك تطلع منه القوانين ديت، وتعرف انك تحسب. وفي اللونج بيريود برضو نفس الحاجه، وتبقى عارف ان احنا هنا اتحنيكنا في المعادله، ما حطيناش الحاجات اللي هنا، احنا وصلنا للمعادله دي ازاي، وهكذا. وتبقى عارف القوانين ديت عشان برضو تعرف تحسب الحاجات، وهي تبقى فاهم الكلام دوت عشان برضو لو سأل في ايه اللي بيأثر، وازاي ان انا يعني ليه ما اقدرش ان انا اتحكم قوي في اللونج بيريود مود. بس كده ده بالنسبه للونجيتيودنال. بعد كده ندخل في اللاترال، تمام؟ فاللاترال فلايت دايناميكس. اصبر شويه اصبر شويه، مش كله ورا بعضه كده، اصبر خمس دقايق، وقف خمس دقايق، وقف خمس دقايق. دوتش ايه دوتش ده؟ انت دخلت في الالماني ولا ايه؟ يا عم بسجل يا عم. ايه في البقى؟ بسجل من الاول عشان الشتيمه دي، فاهم؟ هنعمل لها كروب. بص يا شباب، احنا هنبدا في اللاترال ان شاء الله. اللاترال داينامكس كانت زي برضو اللونجيتيودنال كده، كان فيها كذا مود. اللاترال فيها ثلاثه مودز، حاجه اسمها الرولينج مود والداتش رول مود والسبايرال مود، تمام؟ وكل مود من دول برضو دي ابروكسيميشن، الرولينج ابروكسيميشن، داتش رول ابروكسيميشن، والسبايرال ابروكسيميشن، تمام؟ عشان نبدا خلينا نبدا بقى برضو زي المره اللي فاتت، نبدا باللاترال ستيت سبيس موديل، تمام؟ بس احنا عارفين ان الستيت سبيس موديل بتاعت اللاترال هي 5 في 5، تمام؟ عندنا 5 ستيتس مش 4 زي اللي بتدينا. هتلاقوا هنا في حاجات اسمها ال في داش، ال بي داش، حاجات كده فيها داشات. الكلام ده جاي من يعني لما كنت بتعمل لينيرايزيشن المعادلات، كان بيطلع لك ترم على الشمال يبقى فيه كذا حاجه، يعني ترم كان بيبقى فيه مثلا دلتا في ودلتا بي، تمام؟ دلتا في دوت ودلتا بي دوت، فكان يطلع لك ترم كده، فكنت بتضطر ان انت بقى عشان تجيب المعادله في الصوره دي، ان يبقى عندك فيكتور هنا بس لوحده مفيش حاجه هنا، بتضرب في انفرس الماتريكس اللي هنا، يعني كان بيبقى فيه ماتريكس هنا كده بتضرب في الانفرس بتاعه،
بعد كده لما تضرب في الانفرس بتاعه وتجمعه مع الاي ماتريكس القديمه هيطلع لك اي ماتريكس جديده بالصوره دي، ويبقى هو ده شكل الستيت سبيس موديل النهائيه بتاعه اللاترال. تمام، فهتبقوا حافظين على هذا الشكل بالدشات بتاعتها. تمام، وتبقوا عارفين ان ال L داش وال N داش بتساوي الكلام ده. يعني اي L داش، يعني تعال نقول مثلا L V داش هي عبارة عن L V زائد I X Z على I X في N V على واحد ناقص I X Z سكوير على I X في I Z. كلام كتير ده، والكلام كتير ده ممكن يتبسط، وده اغلب الظن اللي هيحصل، يعني ان هو لو الاي اكس زد بصفر. امتى الاي اكس زد بتبقى بصفر؟ لما يبقى فيه سيمتري. تمام، يبقى فيه سيمتري حوالين اللي هي الاكس حوالين الزد تقريبا. تمام، فلو في سيمتري يبقى خلاص الده بصفر، الاي اكس زد بصفر وهنا بصفر، فيرجع لك في الاخر ان ال داش تبقى بتساوي هي ال عادي خالص، يعني ال داش في ال في داش قصدي هي ال في، وهكذا. ده تبسيط يعني، غالبا هو ممكن يعمل كده في الامتحان ولا حاجه لو جاب حاجه زي كده. في تبسيط اخر احنا ممكن نعمله، ان احنا دايما لما بنتكلم على رولينج وكده نقدر ان احنا يعني زي بنعمل ابروكسيميشن بسيط كده، ان احنا نهمل اللي هي الابساي الابساي دوت دير والصف بتاعها والعمود بتاعها، يعني نشيلها خالص من الموديل، لان تاثيرها مش بيبان غير في حاله واحده بس، هي يعني هنشوف تاثيرها هيبان في السبايرال مود، مش هيبان معانا في الرولينج ولا الدتش، هيبان في السبايرال بس. ف اقدر ان انا اشيلها واتعامل مع الموديل على اساس ان هي 4 في 4 بدل ما هي 5 في 5، اتعامل معاها على اساس انها 4 في 4. تمام، وده هيبسط عليا الشغل شويه بس. فانا عشان نبدا بقى نشوف برضه بنفس اللي فات، كان عنده اكزامبل ومديك البارامترز اللي هي اللي هنا دي كلها. تمام، مديك الواي والال والكلام ده واليو، وقايل لك بقى ان الاي اكس زد بصفر، فتعرف ان هي الان داش هي الان والال داش هي الال. برضه طبعا هتعوض بقى بالارقام ديت هنا ويطلع لك ايه ماتريكس، بس 4 في 4 زي ما احنا قلنا بعد ما عملنا الابتشن، احنا شيلنا ده وده ومشيلوه من هنا برضو. تمام كده، حل بقى على الماتلاب والكلام ده، تطلع لنا الايجن فاليوز والايجن فيكتورز. تمام، بالنسبه للايجن فاليوز هيطلع لك 4 ايجن فاليوز، هتلاقي ان في واحد هتلاقي ان يعني في 2 ايجن فاليوز عباره عن ريل ارقام ريل، وهتلاقي ان في 2 كونجكت كومبلكس. تمام، هتبقى عارف ان لازم تبقى عارف برضو، لو تعالوا نرسم نرسم الايجن فاليوز دول اللي هم بيعبروا عن بولز بتوع السيستم، لو رسمتهم هيطلع لي الشكل ده. هلاقي ان عندي في بول هنا على الريل اكسيز، وبول تاني على الريل اكسيز، وبول على الايماجيني يعني طالع في الايماجيني. البول اللي هو كبير اللي هو اللمضه واحد، هلاقيه دوت هو الدوت ده 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 هو الرول مود، يعني ده اللي هيطلع لي الرول مود. الاثنين الكومبلكس دولت هيطلعوا لي الدتش رول مود. تمام كده، والصغير فشخ اللي هو قريب من الصفر دوت، القريب من يعني اللي هو نيرلي انستيبل، يعني هو خلاص عايز يدخل في الحته بتاعه اللي هي البوزيتيف اللي هي انستيبل دوت السبايرال مود. تمام كده، يبقوا عارفين ان ده بتاع الرول وده بتاع الداتش رول وده بتاع السبايرال. تمام كده، برضو هنا عشان اعمل نورماليزيشن للايجن فيكتورز اقدر ان انا امسك الايجن فيكتورز بتاعتي. تمام، واحنا عارفين ان هنا الستيتس هي ال V وال P وال R وال 5 وال Psi، بس احنا خدنا الأربعة بس، فنقول V P و R و 5. ال V برضو عشان أعمل لها normalization فحولها الأول non-dimensional، يعني في الآخر هيطلع لي إن ال يعني هيطلع لي الشكل دوت. تمام،
تبقوا حافظينه برضو زي ما حفظتوا الشكل بتاع النورماليزد ايجن فيكتور في اللونجيتودنال، بس تبقى عارف ان هنا دي كانت في اتحولت لدلتا بيتا يعني بسبب القانون دوت. انا قلت لكم اي حاجه برضو يعني كنا بنقول زمان ان الالفا بتساوي دبليو على يو نوت، هنا البيتا هي في على يو نوت، تمام كده؟ فاقدر ان انا اشيل الدلتا في على يو نوت واحط مكانها دلتا بي، فيطلع لي هنا دلتا بيتا على دلتا فاي، يطلع لي هنا دلتا بي في بي اللي هو الاسبان على 2 يو نوت في دلتا فاي، وهنا دلتا ار في بي على 2 يو نوت في دلتا فاي، وهنا دلتا فاي على دلتا فاي، تمام كده؟ يبقى انا هنا هناك كنت عملت في اللونجيتودنال على الدلتا سيتا، هنا هعمل على الدلتا فاي، تمام؟ بس ابدا بقى ان انا هنا الشغل معتمد شويه على الايجن فيكتورز، مش زي هناك يعني. هناك كان في شغل اخر نوعا ما، كنت بعمل بقى ريسبونس وارسمه كده. هنا محتاج ان انا اطلع الايجن فيكتورز، فانا هاخد اول مود اللي هو الرولينج مود اللي هي كان اللامدا واحد، واطلع لها الايجن فيكتور بتاعها نورمالايزد، تمام؟ لما اطلعه هلاقي ان اكبر حاجه اكتر حاجه بتاثر في الرول في الرول مود ده هو الرول ريت، تمام؟ يعني ده دي اكبر قيمه، الباقيين كلهم صغيرين، ده صغير وده صغير، فاكتر حاجه بتاثر هو ده اللي هو الرول ريت، تمام؟ فاقدر ان انا اعمل حاجه اسمها الرولينج مود ابروكسيميشن. الرولينج مود ابروكسيميشن دوت هيبقى معتمد على ان دي بس هي اللي حاجه اللي هي هو صوت عاطف راح ولا انا عاطف انت عامل ميوت؟ صوتك راح، عملت ميوت. اللي هي الرول انجل اللي هي الفاي، تمام؟ احنا عارفين الرول انجل دي الفاي، والرول ريت اللي هو البي. لو حطيت اي واحده منهم بقيمه معينه فاهمني هيعمل لي رولينج، الطياره هتلاقيها بترول كده، بعدين الطياره على طول هتلاقيها رجعت لوضعها الطبيعي في ظرف كام ثانية. يعني الموضوع بيحصل له دايما بسرعة، فالرولينج مود ده بسيط جدا، تمام؟ ففعلا هو يعني لو معلش نرجع للفيديو مش كده، هتلاقوا ان بقية البارامترز البيتا والمش عارف الار الحاجات دي مش بتأثر، يعني تأثيرها صغير. هتلاقي الحاجة الوحيدة اللي مأثرة هي البي اللي هي الرول ريت، تمام؟ ففعلا الرول ريت هو الحاجه اللي بتاثر. فاقدر ان انا اعمل حاجه اسمها الرول مود ابروكسيميشن، بيقول لك فروم ذا 4 باي 4 لاترال ايكويشنز اللي هي الايكويشنز ديت، تمام؟ هاخد الايكويشن دي بتاعه الرولينج، تمام؟ لما خدت ايكويشن رولينج باعتبار ان البي بس هي اللي موجوده، يعني هاخد اللي هو الترم ده اللي هو بي دوت بتساوي ده في ده، تمام كده؟ و هو خد برده الحته بتاعت الكنترول اللي هي الايلرون، احنا بنعمل كنترول بالايلرون، فخد ال ده مع ده، دول بس الترمين اللي هم ظهروا لي في البتاع، لان بقيه الحاجه احنا قلنا مش هتاثر معايا في الرول مود، فهتجاهل بقى ايه الفي والار والفاي والابساي والكلام ده. تمام، هيطلع لي المعادله دي تبقوا برضو فاهمينها حافظينها. تقدر تستنتج من المعادله دي يعني ده كده تقدر تكتبه في صوره ستيت سبيس، تمام؟ ان ده اكس دوت ودوت الاي وده الاكس وده البي وده اليو، احنا جايبينه اصلا من الموديل بتاعت الستيت سبيس يعني، بس دي كده هتبقى موديل بسيطه جدا. تقدر تقول ان الاي ماتريكس هو عباره عن ده، يعني الماتريكس فيها رقم واحد بس كانها سكيلر عادي خالص، و
طالما ماتريكس المتكونه من رقم واحد بس، يبقى الايجن فاليو بتاعها هو الرقم اللي جواها. يعني اي سكيلر في الدنيا الايجن فاليو بتاعه هو اللي هو نفس السكيلر، فاقدر اقول ان الايجن فاليو في الرول هو هو ال ال بي داش، تمام. واقدر ان انا اتشيك الابروكسيميشن اللي انا عملته دوت هل هو قريب من الحقيقه ولا لا. لو رجعت لل لدوت تمام، هلاقي ان الرقم دوت طلع قريب جدا منه. هنا كان 8.43، هنا طلع 8.4، تمام. فالايرور صغير، بفعل الابروكسيميشن بتاع الرولينج ده كان ابروكسيميشن فولس. في حته زياده هنا الدكتور برضو قالها، بيقول لك if we take the Laplace transform بتاع المعادله ديت، تقدر انك تاخد Laplace transform من المعادله يطلع لك الشكل دوت. ده كانت بي دوت، فهتطلع اس في بي وهنا ال في بي وهنا ال في دلتا، ودي كلهم از فانكشن في اس يعني، تمام. بعد كده اقدر اقول احول شكل المعادله دي الاوتبوت على انبوت، اللي هو ده ال ده الاوتبوت بتاعي وده الانبوت بتاعي. احنا عارفين ده طبعا دايما الايلرون والحاجات ديت هي الانبوت بتاعتي، فلو عملت المعادله في الصوره ديت هيطلع لي ده، تمام كده، هيطلع لي المعادله دي. مش عارف الصراحه يعني احنا هنستفيد منها ايه قوي. هو انا مش عارف هو يعني ممكن يسال ازاي في الحته دي، بس خلينا يعني نوعا ما فاهمين. لو جاب لك اي سؤال تقدر تعمله.